الظروف الاستثنائية تستدعي اتخاذ تدابير استثنائية. من هذه الزاوية يمكن فهم القرار غير المسبوق الذي اتخذه الرئيس الأمريكي جو بايدن. أعلن تنازل الولايات المتحدة عن براءة اختراع لقاحات مضادة لفيروس كورونا، مما يمكن كل مختبرات الأدوية في العالم من تصنيع اللقاح من دون أي مقابل. اقتراح أمريكي لقي تأييدا من روسيا وكذلك الاتحاد الأوروبي، فيما شرعت واشنطن في المفاوضات حول شروط ذلك مع منظمة التجارة العالمية. وهو ما أظهر كيف أن فيروس كورونا وحد الخصوم في جبهة واحدة للقضاء على هذا الخطر الذي يهدد كل العالم. ولمناقشة هذا الملف ينضم إلي من لوس أنجلوس بكاليفورنيا خبير السياسة الصحية العالمية كاميار ألائي. أهلا بك سيد ألائي. أولا، هل برأيك مبادرة الرئيس بايدن بالتخلي عن براءات الاختراع للقاحات المضادة لفيروس كورونا، هل يمكن لهذه المبادرة أن تضر بمصالح شركات صناعات الأدوية في الولايات المتحدة؟ من المهم جدا أن ننظر في هذا الموضوع، وأن التنازل عن براءات الاختراع على المدى القصير لن يكون لديها تأثير، لأنها بحاجة إلى بنى تحتية من الدول النامية مثل جنوب إفريقيا وغيرها، وذلك لتكون جاهزة لتصنيع هذا اللقاح. ولكن على المدى الطويل قد يكون ذلك الحل الوحيد، لأننا نتكلم الآن عن مناعة القطيع، ونحن نحاول استهداف 7 مليار شخص من حول العالم، ويجب تلقيح أكثر من 45% منهم. على المدى القصير قد يكون ذلك صعب، ولكن على المدى الطويل قد يكون ذلك الحل الوحيد. دكتور ألائي، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا اعترض على هذه المبادرة. إلى أي مدى يمكن أن يشكل موقف شركات صناعات الأدوية الذي اعترض على هذه المبادرة أن يشكل عائقا أمام المضي قدما بالتنازل عن براءات الاختراع؟ هذا سؤال جيد جدا. يجب على أحد أن يدفع مقابل للأبحاث التي أجريت، فنحن نعرف أنه لتصنيع اللقاحات نحن بحاجة إلى 10 سنوات، وخاصة لفايزر وموديرنا، فنعرف أنها استخدمت تقنية جديدة لتطوير هذه اللقاحات. وإذا أرادت الحكومات أن تدفع هذه الشركات على التنازل عن براءة الاختراع، ما هي الموارد التي يجب أن تخصصها لهذه الشركات؟ وشركات الأدوية كما لاحظنا منذ سنة حققت أرباحا كبيرة. إذا السؤال هو ما هي الأرباح الإضافية التي يتوقعونها، أعتقد أن هناك فرق بين إعطاء التراخيص وإعطاء براءات الاختراع. كما نعرف أن شركة أسترازينيكا أعطت تراخيص للهند، ونعرف أن جونسون وجونسون أيضا تراخيص لجنوب أفريقيا لتصنيع هذه اللقاحات. إذا لدينا أن ندفع فايزر وموديرنا لإعطاء تراخيص لبعض هذه الدول، لأنها بحاجة فورا لهذه اللقاحات. وفي الوقت عينه التحدي لا يتعلق فقط بإنتاج هذه اللقاحات، ولكن أيضا بتوزيعها. كم ستتمكن هذه الدول من التعاون بين بعضها البعض لتسليم هذه اللقاحات التي يتم تصنيعها بطريقة متساوية؟ بالتالي علينا النظر في هذه المسألة، والأمر يعتمد على محادثات، وربما قد يستغرق الأمر حتى
ديسمبر لكي تتمكن هذه الشركات من التخلي عن أو التنازل عن تراخيصها والبراءات الاختراع، ولكن حتى شهر ديسمبر على هذه الدول النامية أن تطور البنى التحتية لتصنع هذه اللقاحات. حتى الآن ما من تعليمات أو حتى بنى تحتية خاصة لتصنيع اللقاحات مثل لقاحات فايزر وموديرنا. بالنسبة إلى لقاحات فايزر وموديرنا، أتوافق مع انتقادات الحكومة الفرنسية وعدد من الدول الأوروبية بأن هناك تقصيرا من قبل الولايات المتحدة في تلبية حاجات السوق الأوروبية فيما يتعلق بهذه اللقاحات؟ نحن نعرف أن خلال الأشهر الماضية كانت هناك الكثير من التحديات أمام شركات تصنيع الأدوية. حتى شركة أسترازينيكا لم توفر الجرعات التي تعهدت بها إلى أوروبا، علما أنها بجوار نفسها. نعرف أن الكثير من الدول تعطي الأولوية لمصالحها الوطنية، ولكن الدول قد تحسن وضعها وحان الوقت لنظهر بعض المسؤولية الاجتماعية، لأنه ما من شك في أن الجميع يعرف أن بعض الدول غير قادرة على تلقيح مواطنيها، وبعض الدول واجهت الكثير من السلالات المتحورة. هل برأيك يمكن أن يكون أو أن يؤدي التنازل عن براءات الاختراع أو إعطاء التراخيص إلى تسريب أسرار هذه اللقاحات إلى منافسين كبار مثل الصين وروسيا؟ هذه هي المخاوف الأساسية، وعلينا التساؤل بشأن هذا الموضوع، ولكن حتى الآن ما من خيار آخر. إذن برأيي على المدى القصير علينا تحسين توزيع هذه الجرعات، وعلى المدى المتوسط علينا كيفية معرفة كيفية توفير تراخيص إضافية لهذه الدول لكي تصنع هذه اللقاحات، وعلى المدى الطويل علينا توفير هذه التراخيص، وعلينا إجراء أيضا المفاوضات مع شركات تصنيع الأدوية. فيما يتعلق شركة موديرنا على سبيل المثال، بعض التغليف يأتي من الحكومة، وربما سيبدأون بإعادة التفاوض بشأن شروط التغليف وإعطاء تراخيص. إذا أعتقد أن للولايات المتحدة قوة لفعل ذلك، ولكن في الوقت عليكم تخصيص الموارد لشركات تصنيع الأدوية لتأكد من أنها ستتمكن استخدام هذا التمويل للأبحاث المستقبلية. كمير ألاقي سؤال أخير وبسرعة من فضلك، بصفتك أنت خبير في السياسات الصحية، هل تعتقد أن إدارة الرئيس بايدن نجحت في تلبية حاجات السوق المحلية من اللقاحات وأيضا مساعدة الحلفاء لأمريكا؟ نعم بالطبع، إذا نظرنا إلى أعداد الأشخاص الذين تطعموا، نعرف أن في الأساس كان علينا تطعيم 100 مليون شخص في الولايات المتحدة في أول 100 يوم من عهد جو بايدن، ولكن توصلوا إلى 200 مليون جرعة، وكان هناك الكثير من التعاون بين الولايات والمؤسسات الاتحادية، وكان الكثير من التعاون، والآن يحصلون على دعم إضافي لتوفير الدعم وتوفير جرعات إلى دول مثل المكسيك. بالتالي من المهم تخصيص هذا الدور، ولكن نعرف حدوث بعض الأمور غير المتوقعة. شكرا كميار ألائي الخبير في السياسات الصحية من لوس أنجلوس، أشكرك سيدي.